السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على الحمد سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيب. اليوم جبت لكم واحد نبدأ على المحطة الجديدة الطرقية ديال طنجة. التعريف ومن بعد ندوزو للفيديو. معكم غدا هناء الحكيم شامل 63. مرحبا بكم، كنحب نشكركم على كل ما سيمتنيو، كل ما سيشارك معايا، وكل ما سيدير التعليق، وكل ما سيدير الاشتراك وابوني. وشكر جزيل للجميع الافراد اللي مشاركين معايا، كنت ديما مشاركين ديما مشاركين التحفيز وبهذه التعليقات ولا التحفيزات ديالهم باش احنا كنزيدو القدام. ونشكركم مرة بسم الله. المحطة الطرقية الجديدة لطنجة فتحت أبوابها. فتحت المحطة الطرقية الجديدة لطنجة أبوابها في وجه المسافرين وحافلة الطاقم العمومي وسيارات الأجرة الكبيرة التي كانت تستعمل المحطة القادمة. تمكن هذه المحطة التي يندرج إنجازها في إطار برنامج التنمية المدمجة والمتوازنة لطنجة الكبرى الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس نصره الله، وتقع بالطريق الدائري رقم 9 بحي الحسني من تحسين انسيابية حركة السير للمدينة وتعزيز المدينة بمنشآت عصرية بمجال المحطة. أوضح رئيس مصلحة المحطة الطرقية بالشركة الوطنية للنقل واللوجستيك أن هذه المحطة الطرقية تعتبر جزءا من الجيل الجديد للمحطات الطرقية التي استفادت من هندسة معمارية جديدة، مشيرا إلى أن هذه المنشآت تشكل خطبا حضريا ورافعة سبل التنمية للمدينة. وأضاف أن الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك بالنظر إلى استراتيجيتها وتوجهها أحدثت نموذجا لتدبير الجيل الجديد من المحطة الطرقية وتمكينها من شبابيك موحدة تسير للمسافرين استخلاص التذاكر الإلكترونية التي توفر على جميع المعلومات المتعلقة برحلتهم، لا سيما رقم الحافلة واسم شركة النقل. من جهته أشار السيد المدير العام لشركة طنجة المحطة الطرقية للمسافرين، وهي شركة للتنمية المحلية أحدثتها الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك وجماعة طنجة لتدوير واستغلال المحطة الطرقية الجديدة، إلى أن النظام المعلوماتي الموحد للمحطة يمكن للمسافرين استفادة من تذاكر الدفع الموحدة، تحدد مواعيد الانطلاق والوصول للمحطة. أوضح المتحدث إحداثه أن ولاية طنجة تطوان القديمة وجماعة طنجة اتخذا سلسلة من التدابير الضرورية بهدف تقريب هذا فضاء من المواطنين، لا سيما بوضع خطوط للحافلات وسيارات الأجرة الكبيرة التي تربط المحطة الجديدة بوسط المدينة، إضافة إلى سيارات الأجرة الجديدة تو ما نساوهمش مسافرين. وتتوفر هذه المحطة التي كلف إنجازها غلافا ماليا قدره 53 مليون درهم، أي 53 مليون درهم، على 13 شباك للتذاكر ومركزين للشرطة. أنا مصور لكم هادشي كله، مصورة في الفيديو. فضاء الانتظار ومكتب الاستقبال، إضافة إلى عدد من المقاهي والمطاعم. وتتميز هذه المحطة بالقوة على بوابة دخول وخروج الحافلات وبوابة خاصة للمسافرين. أيضا بحضرة استقبال تصل إلى حوالي 50 حافلة لنور من سيارات كبيرة وقت الحرب، إضافة إلى حافلة خاصة للمسافرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وين ما احطه؟ قلب المحطة. تعرف المحطة الجديدة الطرقية ديال طنجة. وما تنساوش اللي مازال ما شاركش أول مرة في القناة ديالي، ما ينساش الشارك معايا، دير لي أبوني، ودير لي تفعيل الجرس، ودير لي لايك، وما كرهتش يدير لي حتى شي تعليق، يكون محفز زوين بحالكم. وكنشكركم بزاف، وفرجة ممتعة، وإلى فيديو آخر إن شاء الله، وشكرا للجميع.